ذا ميدل ميديستاينم، المنطقة من الميديستاينم اللي تقع تحت مستوى الإيميجينري لاين اللي كان معدي على الاسترنال أنجل. يوجد إيه في منطقة الميدل ميديستاينم؟ يوجد فيها الهارت وملحقاته من الكفرينج والبلد فيزلز. الممبرينس كفرينج اللي يحيط بالهارت اسمه البريكارديوم. بريكارديوم تز ممبرينس انفلوب، ممبرينس كفرينج يحيط بالهارت، ده الديفينيشن بتاعه. بارتس بتكون من اجزاء. ايه هي اجزاء البريكارديوم؟ البريكارديوم بيكون من جزئين اتنين، من اوتر فايبرس ساك اسمها فايبرس بريكارديوم، وفي انر سيرس كلوزد ساك اسمها سيرس بريكارديوم. هنبتدي كلامنا عن الفايبرس بريكارديوم من خلاله اربع وجهات نظر، اربع ايتمز: الشيب بما فيه الابكس والبيز، ثم النقطه الرابعه اللي هي الريليشنز. من خلال الدياجرام البسيط ده، ده الاسترنم بالاجزاء الثلاثه بتاعته المعروفه، ثم من ورا ده الفيرتبرال كولوم، امال فين هنا عندنا الميدل ميديستاينم؟ الثوراسيك اوتلت من تحت اللي هو كان الدايفرام، والايميجينري لاين المعروف بتاعنا اللي بيمر عبر الاسترنال انجل ويصل الى مستوى اللور بوردر اوف ذا فورس ثوراسيك فيرتبرا. هي ديت كانت الانفيريور ميديستاينم، اللي المنطقه الوسطى بتاعتها اسمها ميدل ميديستاينم، اللي كان من اشهر الكونتينتس بتاعتها هو البريكارديوم. هنتكلم على الفايبرس بريكارديوم اللي هو البارت الاول من البريكارديوم. ادي الهارت الموجود، الهارت الاورجان اللي هنتكلم عليه تفصيلا بعد ذلك. كان الهارت ده از انكلوزد، كان سراوندد بممبرينس كفرينج، بغطاء ممبرين. الغطاء الممبرين دوت بيكون من جزئين اتنين، الجزء الخارجي اسمه فايبرس بريكارديوم. الفايبرس بريكارديوم ده الاوتر لاير من البريكارديوم، سموه فايبرس لان طبيعة النسيج بتاعه كانت فايبرس تيشو، ده التعريف بتاعه. شكله ايه الفايبرس بريكارديوم من خلال هذا الدياجرام؟ نقدر نقول ان شكله كونيكال ان شيب. كونيكال يعني فانل شيب، يعني انفانديبولار شيب، يعني شكله مخروطي. لو ابيكس ولو بيز، الابيكس بتاعته فين هي؟ الابيكس بتاعته از دايركتد ابوردز. ده كان هنتكلم يعني تفصيلا عن الحاجات دي، بس هنا احب اشير بسرعه الى اللير الثانيه او الساك الثانيه اللي تحيط بالهارت اللي اسمها السيرس بريكارديوم. يبقى من بره فايبرس بريكارديوم ومن جوه سيرس بريكارديوم. نتكلم اولا عن الفايبرس بريكارديوم اللي قلنا ان الشيب بتاعها كونيكال ان شيب، له ايبكس من فوق. الايبكس بتاعته از دايركتد ابوردز وفيوزد مع الروت اوف بيج فيزلز ارايزنج من الهارت، ارايزنج او انترنج ذا هارت. لو بيز، فين البيز؟ از دايركتد داون ووردز، قاعده فين؟ قاعده على الميدل بارت اوف ذا دايفرام اللي اسمه السنترال تندون. دي كانت اجزاء الخارجيه للشكل العام للفايبرس بريكارديوم. الفايبرس بريكارديوم ده لو ريليشنز، ايوه ريليشنز من قدام ومن ورا ومن السايدز، هتبان في خلال كروس سيكشن. يعني انا لو خدت كروس سيكشن اكروس ذا ميدل ميديستاينم اوضح فيها الريليشنز من كل الاتجاهات. نشوف الرسمه اللي جايه كده، ادي الانتيريور اسبكت، البوستيريور اسبكت، والتو لاترال اسبكت. هنا عندي الفايبرس بريكارديوم في كروس سيكشن كان شكله تقريبا مستدير. ده الهارت وده الفايبرس بريكارديوم اللي بيحيط بالهارت. من قدام كان في مين؟ كان قدام البريكارديوم او الفايبرس بريكارديوم كان في بودي اوف ذا ستيرنم، وماسك في الفايبرس بريكارديوم بليجامنت اسمها ستيرنو بريكارديال ليجامنت. دي كانت بعض من الحدود الاماميه للفايبرس بريكارديوم اللي في الميدل لاين. طيب في لسه بقيه حدود ثانيه، من ورا البوستيريور ريليشنز. كان من ورا البريكارديوم هناخد ثلاث حاجات بالترتيب. موست بوستيريور هنجد الفيرتبري، قدامها على طول مباشرة هنجد الدسنج اورطة، وقدام الدسنج اورطة كنا هنجد الاسوفيجاس. التلاتة استراكشرز دول بيمثلوا البوستيريور ريليشنز اوف ذا فايبرس بريكارديوم. طب ماذا عن اللاترال ريليشنز؟ اللاترال ريليشنز كانت التو لانجز، الرايت لانج على الرايت سايد والليفت لانج على الليفت سايد، واللانج دي متحوطة بالبلورا، يبقى اللانج اند ذا بلورا. طيب هي تحد الفايبرس بريكارديوم لاترالي، لكن ايضا عاملة انكروتشمنت راكبة على الانتيريور اسبكت بتاعه. طيب الرايت لانج والليفت لانج مفصولين عن الفايبرس بريكارديوم، هما قاعدين على اللاترال سايد، مفصولين عنه بحاجتين اتنين، مفصولين بالفرينك نيرف، ومفصولين كمان بالبريكاردياكو فرينك فيزلز.
دي كانت الريليشنز اوف ذا فايبروس بيريكارديوم. طب ماذا عن السيروس بيريكارديوم؟ لو انا نشوف الرسمه اللي بعد كده. السيروس بيريكارديوم انا هتعرض للباوندريز بتاعتها والساينسز اللي موجوده فيها من خلال الهارت. طيب السيروس بيريكارديوم ده اللي هو الانر ساك اللي مباشره بتحيط بالهارت، كيف خرجت؟ ده الهارت فروم ذا باك. الهارت فروم ذا باك ده الرايت اتريوم. الرايت اتريوم داخل فيه من فوق السوبيرو فينا كيفا وداخل فيه من تحت الانفيرور فينا كيفا. على الليفت سايد بتاعه مباشره هنجد الليفت اتريوم، ده الليفت اتريوم، والليفت اتريوم كان داخل فيه 4 بالمونري فينز، 2 رايت جاي من الرايت لانج و2 ليفت جاي من الليفت لانج، ثم بقيه الباك اوف ذا هارت، ده الهارت فروم ذا باك فروم بيهايند، بقيته كان الليفت فنتريكل الجزء التحتاني ده. طيب الهارت كان عامل انفاجينيشن للسيروس بيريكارديوم. يعني ايه انفاجينيشن؟ بصوا ببساطه كده، لما الواحد يدخل ايديه في جيبه نتيجة دخول الايدين في الجيب بيحصل فراغ بين اليد وبين القماش اللي حواليها، هذا الفراغ اسمه الجيب. بمعنى تاني لو جينا نلبس الشراب، الرجل في دخلتها للشراب في فراغ بين القدم نفسها وبين جسم الشراب، الفراغ ده هو بيسموه ساينس او الجيب. الهارت بيدخل في قلب السيروس بيريكارديوم يعمل جيبين اتنين، جيب اسمه اوبليك وجيب اسمه ترانسفيرس ساينسز. طب الهارت كان ايه؟ ادي شوف الجيب الاولاني، ادي عندي ادي سيروس بيريكارديوم اهو. السيروس بيريكارديوم هتظهر فيه جيوب نتيجه دخول الهارت والبلاد فيزلز بتاعته بداخل هذه السيروس ساك. هيظهر جيب تاني، ادي البيج فيزلز المتحوطه اللي طالعه من الهارت، الاورطه والبالمونري ترانك من قدام، وبيحطهم جزء من السيروس بيريكارديوم. نتيجه دخول البيج فيزلز والهارت في قلب السيروس بيريكارديوم نشا جيبين اتنين. مين هو السيروس بيريكارديوم؟ السيروس بيريكارديوم اللي هو الانر ساك من الممبرينس كفرنج اللي تحيط بالهارت، ليها طبقتين اتنين، طبقه خارجيه، طبقه خارجيه من بره هتبطن الفايبرس بيريكارديوم، وطبقه داخليه هي اللي تبقى انفاجينيتد بالهارت والبلاد فيزلز اللي خارجه او داخله فيه. هينشا من دخول الهارت والبلاد فيزلز الى السيروس بيريكارديوم هينشا جيبين اتنين، الجيب الاول اسمه ترانسفيرس ساينس. زي ما السهم شاور، هنرجع السهم تاني ونمشي معاه ببطء شديد. دلوقتي انا عندي ده الاورطه وده البلمونا ترانك، وده جزء من السيروس بيريكارديوم اللي بحيط بيهم، وادي عندي ده الفينا سايد السوبيرور فينا كيفا، الاربع بالمونري فينز والانفيرور فينا كيفا والليفت اتريوم، كل ده الفينا سايد. لو حطيت صبعي او حطيت سهم بين الارتيريال سايد والفينا سايد من هنا، صبعي هيدخل في سبيس، السبيس ده جيب في قلب السيروس بيريكارديوم. منشأه ايه؟ منشأه انفاجينيشن اوف ذا هارت اند بلاد فيزلز لهذا السيروس بيريكارديوم. هيمشي صبعي زي السهم بالظبط كده، هنجد جيب، الجيب دوت اسمه ترانسفيرس ساينس. الحدود الاماميه لهذا الجيب هي مين؟ هي الارتيريال سايد، الاورطه والبلمونه ترانك. طب الحدود الخلفيه هنجد مين؟ هنجد السوبيرور فينا كيفا ومن ورا الانفيرور فينا كيفا، وهنجد الاربعه بالمونري فينز والليفت اتريوم. اذا نقدر نقول ان الترانسفيرس ساينس ده سبيس زي الجيب قاعد في قلب السيروس بيريكارديوم، نشا من دخول البيج فيزلز اللي متصله بالهارت في قلب السيروس بيريكارديوم. هذا الجيب كان له انتيريو ريليشن تشمل الاورطة والبلمونا ترانك، وبوستيريو ريليشنز كانت تشمل البيج فينز المتصله بالهارت، لما السوبيرور فينا كيفا، البلمونري فينز والليفت اتريوم. طب هنجد جيب اخر، بس الجيب الاخر ده اسمه اوبليك ساينس، جيب بلايند. بلايند يعني ايه بلايند؟ يعني له فتحه واحده. الجيب اللي هو الترانسفيرس ده له فتحتين اتنين، دخلت من هو السهم وطلعته من الناحيه الثانيه، اما من هنا السهم لو دخل من هذا المكان هيلاقي الطريق مسدود قدامه، فالطريق المسدود السبيس اللي دخل فيه ده اسمه الاوبليك ساينس. نقدر نتكلم على الباوندريز اوف ذا اوبليك ساينس. بص كده اهو، تو ذا رايت سايد هنجد التوبا المونري فينز، تو ذا ليفت سايد هنجد التوبا المونري فينز على الناحيه الثانيه. طيب قدام مني هنجد الباك اوف ليت اتريوم،
والباك اوف ليفت اتيام خلاص سبيس مقفول اهو، ما فيش قدامه حاجه. طب ورا مني هنجد حاجتين، الاسوفيجاس ورا منه الديسندنج اورطه، والسهم من تحتهم اللي هو اللي بيشاور على مين، على مكان الاوبليك ساينس. ده كان السيروس بيريكارديوم والساينسز اللي ظهرت بداخله نتيجه الانفاجينيشن اوف ذا هارت اند بلاد فيزلز ثرو ات. ندخل على موضوع جديد هو الهارت. الهارت كان الاورجن الاساسي في الميدل ميدياستينم اللي كان محاط بالبريكارديوم اللي اتكلمنا عليه من شويه. الهارت رؤوس الموضوعات اللي اتكلم عليها 10. عاوز اعرف الهارت ديفينيشن، سايت مكانه، بوزيشن وضعه الهارت هو في مكانه، شكل الهارت الشيب، ثم الشكل ده يشمل الايبكس القمه، البيز القاعده، البارتس اجزاء الهارت السيرفيسز، البوردرز، ثم الجروفز الموجوده على السيرفيس اوف ذا سيرفيسز اوف ذا هارت من بره. نرسم الهارت. الهارت من خلال الرسمه ديت هقدر اقول اعرف الهارت واقول ان هو سبيشاليزد بلاد فيزل، ان التعريف التشريحي للهارت هو بلاد فيزل خاص وهو وعاء دموي على حسب الوصف. التشريح هو هي العلم اللي بيناقش وصف الاشياء، فوصف الهارت هنا سبيشاليزد بلاد فيزل بس غني بالماسكولار تيشو وبيشتغل از ماسكولار بامب. ده تعريف الهارت. طيب الهارت اهو كان مكانه في الميدل ميدياستينم الجزء الثاني بعد ما عرفته عاوز اتكلم على مكانه. قاعد الهارت في الميدل ميدياستينم. طيب الهارت هو قاعد في الميدياستينم كان شكله ده كده، له كونيكال انشيب، له ايبكس وله بيز. ايبكس بتاعت الهارت از دايركتد داون ووردز اند تو ذا ليفت، والبيز از دايركتد اب ووردز اند تو ذا رايت. يبقى كونيكال شيبد اورجان هيو سبيشاليزد بلاد فيزل قاعد في الميديال ميدياستينم، له ايبكس دايركتد داون ووردز اند تو ذا ليفت، وبيز از دايركتد اب ووردز اند تو ذا رايت. ده كان البوزيشن والسايت والشيب اوف ذا هارت. وكلمنا على الابيكس والبيس، نتكلم على البارتس اوف ذا هارت. يتكون الهارت من تو بيج بارتس، اتريال بارت من فوق، اتريال بارت مكونه من رايت اتريوم داخل فيه من فوق سوبيريور فينا كيفا ومن تحت انفيريور فينا كيفا. اما الليفت اتريوم خدوا بالكم ان الليفت اتريوم لا يظهر من الانتيريور فيو. ليه؟ لانه قاعد ورا الهارت. فادي الاتريال بارت، الجزء اللي من الانتيريور فيو هو عند الرايت اتريوم. ثم في ايه اللي داخل فيه زي ما قلنا السوبير فينا كيفا والانفيرور فينا كيفا. طيب الجزء الثاني اسمه ايه؟ اسمه فينتريكولار بارت. يبقى الاتريال بارت اللي هو فوق، الفينتريكولار بارت اللي هو تحت. الفينتريكولار بارت كان بيكون من جزئين اثنين، رايت فينتريكل اهو اللي هو البطين الايمن كان طالع منه البالمونر ترانك، البالمونر ترانك وعاء دموي كبير كان بيتفرع الى رايت وليفت بالمونري ارتريز. ثم الجزء الثاني من الفنتريكل هو الليفت فنتريكل، ده الليفت فنتريكل وخارج منه الاورطة بالاجزاء الثلاثة بتاعته، ascending وarch وdescending اورطة. طيب يبقى دي كان parts of the main of the heart. يبقى الهارت مكونا من two main parts، atrial part وventricular part. atrial part عبارة عن two atria اللي يظهر منها من قدام الرايت اتريوم، ventricular part عبارة عن two ventricles، انا عندي رايت فنتركل وليفت فنتركل. الرايت فنتركل اللي طالع منه البالمونر ترانك والليفت فنتركل اللي كان طالع منه الاسندنج اورطة. الهارت من خلال هذا الشكل كان له سيرفيسز. سيرفيسز له اتنين سيرفيسز اساسيين، استيرنو كوستال سيرفيس اللي هو السيرفيس الامامي، من اسمه استيرنو كوستال، استيرنو يعني ريليتد للاسترنم وكوستال يعني ريليتد للريبس. اذا هذا السيرفيس اللي اسمه استيرنو كوستال ريليتد للاسترنم والريبس. من خلال المنظر اللي قدامي اقدر اقول ان هذا الاسترنو كوستال سيرفيس كان بيعملوا اجزاء الهارت المختلفه، اساسا الفنتريكولار بارت والى حد ما الرايت اتريوم والليفت اتريوم لا يشارك على الاطلاق في تكوين هذا الاسترنو كوستال سيرفيس لانه قاعد وراه. طب نقدر نقول ان الاسترنو كوستال سيرفيس بيعملوا الاتريال بارت ممثلا في الرايت اتريوم، ثم الفنتريكولار بارت هم الجزء الكبير من هذا السطح. الرايت فنتريكل واضح من الرسم ان هو هيشغل تلتين الاسترنو كوستال سيرفيس،
اما الليفت فنتركل فيشغل فقط تلت الاسترنوكوستال سيرفيس. طب السيرفيس التاني اللي قاعد تحت نايم على السنترال تندون اسمه دايفراماتيك سيرفيس او انفيريور سيرفيس. مين اللي هيكونه؟ هيكونه اساسا برضو الرايت فنتركل والليفت فنتركل وجزء صغير من الرايت اتريوم اللي داخل فيه الانفيريور فينيكيفا، بس هنا العكس. الليفت فنتركل هيشكل ان الجزء الاساسي من الليفت فنتركل نازل تحت، يبقى التلتين منه هيتشكلهم الليفت فنتركل وتلت واحد بالرايت فنتركل وجزء صغير من الرايت اتريوم اللي كان داخل فيه الانفيريور فينا كيفا. ده كان تو مين سيرفيسز. البعض يعتبر البيز من ورا بوستيريور سيرفيس، ده البعض بعض الكتب بتتكلم على هذا الايه على هذه التقسيم. طيب دي كانت السيرفيسز اوف ذا هارت. طب ماذا عن البوردرز اوف ذا هارت؟ الهارت له اربع بوردرز، رايت بوردر وبيصنعه الرايت اتريوم وهو يبدو كما لو كان كونفكس بسيط. البوردر اللي بعد كده اسمه انفيريور بوردر ويصنعه الرايت فنتركل بس ده سلايتلي كونكيف. ثم بوردر اخر اسمه ليفت بوردر وهو سلايتلي كونفكس ويعمله الليفت فنتركل. يبقى عندي رايت بوردر رايت بوردر كونفكس، انفيريور بوردر كونكيف، ليفت بوردر كونفكس، الرايت بوردر يعملوا رايت اتري، الانفيريور بوردر يعملوا رايت فنتركل، الليفت بوردر يعملوا ليفت فنتركل. امال فين الابر بوردر؟ اه الابر بوردر هيعملوا تو اتريا، لكن التو اتريا الرايت هو ظهر لي من قدام بس الليفت من ورا فمتجه للخلف وكان مختفي تحت البيج فيزلز. يبقى الابر بوردر اللي بيعملوا التو اتريا كان مختفي تحت مين؟ تحت التو فيزلز. طيب الهارت له بعض من الجروفز، في جروف ماشي على الهارت على السيرفيسز من بره ويلف حوالين الهارت زي التاج اللي بيلف على راس البنات وتاج يعني كورونا، فيسموا هذا الجروف كورونري جروف او اتريو فنتريكولار جروف. له جزء منه كان ظهر من قدام وجزء منه يلف حوالين الهارت من ورا اسمه كورونري جروف او اتريو فنتريكولار جروف. طيب في جروف تاني ماشي بالطول بطول الهارت، الجروف ده يمشي بين التو فنتركلز بين الليفت فنتركل وبين الرايت فنتركل، هيسموا هذا الجروف انتر فنتركولار جروف. الانتر فنتركولار جروف في جزء منه من الامام اسمه انتيريور انتر فنتركولار جروف وجزء من ورا اسمه بوستيريور انتر فنتركولار جروف. يحلل البعض ان يسمي الجروف سالكس وما فيش مشكله سالكس زي جروف على الهارت. الابكس اوف ذا هارت يصنعها تماما الليفت فنتركل، اما البيز اوف ذا هارت فيصنعها التو اتريا لكن اساسا بالليفت اتريا. دلوقتي عاوزين نتكلم على موضوع جديد في الهارت هو السيرفيس اناتومي اوف ذا هارت اند البلد فيزل الفالفز اللي هي قاعده جواه. ده كان دايجرام سريع متعودين عليه للثوراسيك كيج، ده كان الاسترنم من قدام والاسترنم زي ما احنا عارفين بيتكون من اوبرا مسترناي وبودي اوف استرنم وزيفود بروسيس وكان ماسك فيه من هنا مين؟ الريبس. الفيرست ريب ماسكه في الابر بوردر اوف ذا مانوبرا مسترناي اوف ذا لاترال مارجن، اما السكند ريب ماسكه في الاسترنال انجل ونفضل نعد لحد الريب السبعه. بعد كده دول الترو ريبس، اما الريبس رقم 8 و9 و10 كانوا كوستال كارتريج بتاعهم بتاع كل واحد فيهم كان ماسك في الكوستال كارتريج اوف ذا ريب اباف ومن 7 ل 10 بيعمل له مارجن بنأكد عليه اسمه كوستال مارجن. من هنا ادي الريب رقم 1 2 3 4 5 6 على الرايت سايد. على الليفت سايد هنبتدي بقى نعد، ادي واحده اهي مش بعد كده 2 والاثنين لحد كام؟ لحد 5. بين كل ريب والثانيه في عندي سبيس، السبيس ده سموه انتركوستال سبيس بين الرب الاولى والثانيه الفيرست ثم السكند والثيرد انتركوستال سبيسز وهكذا حتى النهايه. طيب الهارت اللي كان له اربعه بوردرز، انا هنتكلم على السيرفيس اناتومي للبوردرز اوف ذا هارت، همثلها باربع نقط، ادي النقطه الثانيه الثالثه الرابعه، ادي النقاط بتاعتنا اربع نقط هم اربع نقط دول. انا من خلال هذا الوصف نقول ايه؟ تعالوا نوصف وضعيه النقط ديت اللي لو وصلتها ببعضها هتطلع لي السيرفيس ماركينج اوف ذا بوردرز اوف ذا هارت. تعالوا نشوف النقطه رقم واحد، النقطه دي بتقع فين؟ بتقع على الليفت سكند كوستال كارتريج،
بس منين؟ من اللور بوردر. طب قد ايه من الميدل لاين؟ حوالي انش ونص، يعني 4 سنتي من الميدل لاين. ادي النقطه الاولى. طب النقطه الثانيه تقع فين بالمنظر ده؟ اهو تقع على الابر بوردر اوف ذا رايت ثيرد كوستال كارديال. قد ايه من الميدل لاين؟ حوالي 1 انش، يعني 2 سنتي ونص. طيب النقطه الثالثه رقم 3 تقع فين؟ على الابر بوردر اوف ذا 6 كوستال كارديال. قد ايه من الميدل لاين؟ حوالي نص انش. طيب نيجي للنقطه الاخيره بعد كده، يبقى 1.5، 1.5 انش. طب النقطه رقم 4، الثلاث نقط الاولانيين كانوا بيقعوا على الكوستال كارتريدجز، اما النقطه رقم 4 فتقع ان ذا ليفت فيفث انتركوستال سبيس، بس 3.5 انشز، يعني حوالي 9 سنتي من الميدل لاين. اوصل الاربع نقط دول ببعض هيكون السيرفيس اناتومي او السيرفيس ماركينج اوف ذا هارت اتسلف. طب ماذا عن الفالفز اللي قاعده في الهارت؟ اعل في الهارت عدد 4 فالفز، بالمونري فالف قاعد عند بدايه البالمونري ترانك، اورتيك فالف قاعد عند بدايه الاسيندنج اورتا، ميترال فالف يفصل بين الليفت اتريام والليفت فنتركل، ثم ترايكاسبيد فالف يفصل بين الرايت اتريام والرايت فنتركل. طيب من خلال الرسمه ديت هل نقدر نتكلم على السيرفيس اناتومي لهذه الفالفز؟ الاول انا عايز ارتبهم، اقول ايه؟ هقول بالمونري يلي اورتيك يلي ميترال يلي ترايكاسبيد. مش عايزين ننسى، نفكر نفسنا نقول ايه؟ ده مكان البالمونري فالف، ده مكان الاورتيك، ده مكان الميترال، ده مكان الترايكاسبيد. قبل ما نتكلم على الوصف التفصيلي لهذا المكان، انا عاوز انسنا بي اي ام تي، نقدر نقول البطاطس احلى من الطماطم، البطاطس اللي هي البالمونري فالف احلى ايه؟ الاورتيك فالف من ام ميترال فالف، الطماطم تي ترايكاسبيد فالف. طب تعالوا نشوف السيرفيس اناتومي لكل واحد من هذه الفالفز. البالمونري فالف، يقع البالمونري فالف على الليفت ثيرد كوستال كارتليج تو ذا ليفت سايد اوف ذا ليفت سترنال مارش اهو. اما الاورتيك فالف فتقع على الليفت ثيرد intercostal space مباشرة behind the left margin of the stern. طيب الميترال تقع في مستوى في level of the left force costal cartilage، بس المرة دي to the right side of the left margin of the stern. أو أما التراكاسبيد فتقع في مستوى at the level of lift force intercostal space بس at the level of middle line. ادي كان الاربعة فالفز الكبيرة اللي كانت موجودة بداخل الهارت.